قياسية لتصميم النموذج، خذينا فكرة من قبل على أداة العنوان وشنو هي أداة العنوان، وقلنا اسمها بالإنجليزي ليبل. ضروري أنا نكون حافظ الأسماء بالإنجليزي، لأن تعاملنا في الفيجوال بيزك باللغة الإنجليزية مش بالعربية. الأداة هذه تستخدم، هذه الأداة لعرض نص للقراءة يوضع في خاصية كابشن، يعني تستخدم أداة العنوان لوصف شيء، وصف شيء ما. الخواص اللي على الليبل أو خواص الليبل عندنا مجموعة من الخواص، كابشن وهي تستخدم للعنوان الظاهري، وورد راب اللي مقصود بها التفاف النص أو سماح بالتفاف النص، يعني إذا كان النص كبير يسمح له أنه يلتف ويقعد في سطر ثاني. الالاينمنت وهي مقصود بها محاذاة إلى اليمين أو إلى اليسار وما إلى ذلك. بالنسبة لطرق العنوان في مجموعة طرق زي سحب دراك والتحريك موف، انك تحرك الليبل من مكان الى مكان. نحن توا طبعا حنتكلموا على الخواص ونعاود نديروا مثال عشان تتضح قدامنا شنو الخاصية وشنو الوظيفة. نحن نذكروهم سرد وبعدين نعرفوهم بمثال عملي. بالنسبة للطرق او الاحداث زي دبل كليك معناها النقر المزدوج، النقر المزدوج على الاداء، وتشنج تغيير العنوان في داخل البرنامج اثناء التنفيذ. انت تقدر تدير حدث عند النقر على مزدوج ينفذ اجراء معين، عند تغيير العنوان في داخل البرنامج ينفذ اجراء اخر. الاداه الاخرى هي اداه الصندوق،